عاجل بدء الحصار الحربي على إثيوبيا لاحتلال أرض السد. ورغم الصفقات العسكرية القوية، الجيش المصري يتراجع في تصنيف عام 2021، ولكن الأقوى ننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وعاجل جدا، الجيشان المصري والباكستاني يتدربان على استهداف المقاتلات لأول مرة. وهام جدا روسيا ومصر تعقدان مجموعة عمل لمكافحة الإرهاب. وبيان عاجل من وزير خارجية أمريكا للعمل مع مصر من أجل أن يعيش الكيان الصهيوني والفلسطينيون في سلام. وبيان عاجل من الدفاع الفرنسية عن الجيش المصري ومصر. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا إن شاء الله أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل بدء الحصار الحربي على إثيوبيا لاحتلال أرض السد. حذر الخبير السوداني في القانون الدولي أحمد المفتي من حدوث حرب برية بين إثيوبيا والسودان بسبب الأرض التي يبنى عليها سد النهضة الإثيوبي. طالب الخبير السوداني في القانون الدولي مجلس الأمن الدولي وأمريكا بالتدخل لإعادة إقليم بني شنقول المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية، تفاديا لاندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا، مبررا ذلك بمخالفة أديس أبابا لاتفاقية 1902. المفتي قال في تصريحات صحفية إن السودان سبق له أن طرق إقليم قنبيلة إلى إثيوبيا عام 57 من دون حرب، وعلى أمريكا ومجلس الأمن حمل إثيوبيا على رد إقليم بني شنقول تفاديا لاندلاع حرب برية. وضح أنه تنفيذا للمادة 4 من اتفاقية 1902، ووفقا له طالبت إثيوبيا من السودان عام 55 رد إقليم قنبيلة إلى سيادتها، والتي تنص تلك المادة على رد ذلك الإقليم الإثيوبي عند استقلال السودان. وبالفعل اكتمل رد ذلك الإقليم سلميا للسيادة الإثيوبية عام 57. الخبير السوداني أضاف في القانون الدولي إن المادة 3 من تلك الاتفاقية تنص على منح إقليم بني شنقول السوداني إلى إثيوبيا بشرط عدم إقامة أي منشأة مائية على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر الصوبات إلا بموافقة حكومة السودان. أوضح أن إثيوبيا أخلت بتلك المادة ولم تأخذ موافقة حكومة السودان قبل البدء في تشييد سد النهضة، وتسامح السودان ابتداء مع ذلك، ودخل في مفاوضات مع إثيوبيا لتأخذ مطالبه في الاعتبار، ولكن ظلت إثيوبيا تواصل الإخلال بالتزاماتها، فنفذت الملء الأول بإرادتها المنفردة ضاربة عرض الحائط بمطالب حكومة السودان ومصر والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي. أشار إلى أن أديس أبابا تواصل الإخلال بالتزاماتها قانونية بتجاهل المادة 3 من اتفاقية 1902، وتبدأ في الملء الثاني بإرادتها المنفردة، مع أنه ليس لها الحق في تجاهل تلك الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، خاصة وأنه قد سبق لها أن اعتمدت على المادة 4 منها في استرداد إقليم قنبيلة. الخبير السوداني أوضح أن السودان ومصر استنفذ كل الوسائل السلمية لإقناع إثيوبيا بوقف الملء الثاني إلى حين الوصول لاتفاق ملزم وقانوني، إلا أنها لم تستجيب، كما أن مجلس الأمن لم يمارس سلطته في تكييف ذلك التصرف الإثيوبي على أنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ومن ثم التدخل لوقف الملء الثاني الذي يهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني و100 مليون مصري. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم. يعني الخبير السوداني الآن في القانون الدولي مجلس الأمن الدولي يطالب إثيوبيا برد الإقليم الذي تم بناء عليه سد النهضة بطريقة سلمية بعيدا عن الحرب. هنشوف إثيوبيا هيكون رد فعلها إيه، لأن يعني لما السودان تسترجع الأراضي اللي مبني عليها سد النهضة الأمور هتبقى مختلفة تماما، وسد النهضة لما يكون تحت إدارة مصرية سودانية الأمر هيكون يعني
جيد بالنسبة لمصر والسودان، ولكن إثيوبيا أنا أرى أنها يعني مش هترجع الأرض بطريقة سلمية، هذه وجهة نظري. وأترك لحضراتكم إن شاء الله هقرأ تعليقات حضراتكم ووجهة نظر حضراتكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا نخش على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر وعاجل جدا، الجيشان المصري والباكستاني يتدربان على استهداف المقاتلات لأول مرة. وزارة الدفاع المصرية أعلنت انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني حماة السماء 1 لقوات الدفاع الجوي. أوضح الجيش أن فعاليات التدريب المصري الباكستاني حماة السماء لقوات الدفاع الجوي المشترك ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ويستمر لعدة أيام. ووفقا للقوات المصرية يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية في مجال الدفاع الجوي في ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية. وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب بما يساهم في الوصول بالقوات المشتركة للاحترافية العالية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذي يؤدي إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة. يأتي تدريب حماة السماء في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية ولتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين. المصدر معنا كان من RT، يعني خطوة جيدة بين الجيش المصري والباكستاني، لأن الباكستان دولة يعني شقيقة وجميلة جدا، ودولة شقيقة أيضا للسعودية لمحاربة إيران. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وبيان عاجل من الدفاع الفرنسية عن الجيش المصري ومصر. الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية أكد أن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة وهي دولة مفتاح في إرساء الاستقرار. أشار أن مصر لها دور كبير في مكافحة الإرهاب، وقال في تصريح لقناة إكسترا نيوز المصرية أن مصر بتلعب دور محوري في المنطقة، فهي دولة عربية وإفريقية ودولة من دول البحر المتوسط وأيضا البحر الأحمر وقريبة من دول الخليج، لذلك فهي دولة مفتاح في استقرار المنطقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولذلك تتباحث معها فرنسا في القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة الليبية وقضية حوض البحر المتوسط وقضايا منطقة الساحل. وأضاف: نحن نتشارك مع مصر في العديد من الأولويات ومنها مكافحة الإرهاب، حيث إن مصر لها دور كبير في ذلك في ليبيا وشمال سيناء، كما تعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، وهذا مهم جدا. وأشار إلى أن هناك حوارا متقاربا جدا بين مصر وفرنسا، حيث زار الرئيس السيسي فرنسا منذ أيام، كما زارها أيضا في نهاية 2020 وفي 2019، وزار الرئيس الفرنسي ماكرون مصر، وهناك تواصل بين الدولتين وبين قادة الجيش في الدولتين. مصدر معانا كان من الوطن. نتمنى إن شاء الله علاقات مزدهرة وجيدة بين مصر وفرنسا وخصوصا في مجال الدفاع والأمن. ومصر إن شاء الله قريبا هتستلم 30 طيارة رافال أخرى من فرنسا، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وبيان عاجل من وزير خارجية أمريكا للعمل مع مصر من أجل أن يعيش الكيان الصهيوني والفلسطينيون في سلام. وزير الخارجية الأمريكي بلينكين قال في كلمة خلال زيارة إلى مصر إن أمريكا ومصر تعملان معا من أجل السماح للكيان الصهيوني والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن. وأضاف خلال مناسبة في السفارة الأمريكية في مصر أن مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الفترة الأخيرة بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. وأوضح أنه اجتمع مع الرئيس السيسي ومع كبار المسؤولين المصريين في القاهرة في إطار جولة بالشرق الأوسط بتهدف لتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم إنهاؤه، الذي كان أسوأ قتال منذ سنوات بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة. أوضح: أجرينا محادثات جيدة ومكثفة للغاية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
والعمل الجاد للحد من التوترات واستقرار الضفة الغربية في القدس وتقديم المساعدة والمساعدات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار للشعب الفلسطيني في غزة في أعقاب الأحداث خلال الأسبوعين الماضيين. وتابع: أعتقد أننا نؤمن بشدة بأن الفلسطينيين والكيان الصهيوني يستحقون على قدم المساواة العيش في أمان وأمن للتمتع بتدابير متساوية من الحرية والفرص والكرامة. وتعهد بأن تقدم أمريكا مساعدات جديدة للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، تشمل مساعدة فورية قيمتها 5.5 مليون دولار ونحو 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التي تتخذ من القطاع مقرا. وقال أيضا إن أمريكا تعتزم التأكيد من عدم استفادة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وتصنفها واشنطن منظمة إرهابية من المساعدات الإنسانية. المصدر معنا كان من RT ورويترز. أتمنى إن شاء الله الخير دائما وأبدا لشعب فلسطين الغالي الشقيق لمصر. ننتقل لخبر آخر ومهم جدا: روسيا ومصر تعقدان مجموعة عمل لمكافحة الإرهاب. وزارة الخارجية الروسية أعلنت انعقاد اجتماع دوري لمجموعة العمل الروسية المصرية لمكافحة الإرهاب، وعقد الاجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي والنائب الأول لوزير خارجية مصر حمدي سندلوزة. وتبادل الطرفان تقييمات لحالة التهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية وناقشا قضايا التعاون الثنائي من خلال الوزارات والإدارات المعنية، وأولى اهتمام خاص لمشاكل قمع أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة. ووفقا للخارجية الروسية، سيعقد الاجتماع القادم لمجموعة العمل في موسكو في عام 2022. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وهام: رغم الصفقات العسكرية القوية للجيش المصري، يتراجع في تصنيف عام 2021 ولكنه الأقوى. وضع موقع جلوبال فاير باور الجيش المصري في تصنيف جديد وفقا لتصنيفات القدرات العسكرية غير الرسمية، رغم الصفقات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري. ووضع الموقع الجيش المصري في المركز 13 بعدما كان المركز 9، حيث يعتمد التصنيف على 50 عاملا بما يشمل القدرة العسكرية والمادية بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية. والتصنيف أظهر أن تركيا في المرتبة 11 ومصر في المرتبة 13 وإيران في المرتبة 14 والكيان الصهيوني في المرتبة 20. ورغم تراجع الجيش المصري في التصنيف العالمي، إلا أنه لا يزال أقوى جيش عربي في المنطقة ولكنه الثاني بعد تركيا في منطقة الشرق الأوسط. يمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية و304 مروحيات بينها 91 مروحية هجومية. وتتكون القوات البرية المصرية من 3735 دبابة و11000 مدرعة وأكثر من 1165 مدفعا ذاتي الحركة و2200 مدفعا ميدانيا و1235 راجمة صواريخ. الجيش المصري بيمتلك أسطولا بحرية مكونا من 316 قطعة بحرية تضم حاملتي مروحيات وتسع فرقاطات وسبع كورفيتات وثمان غواصات وخمسين سفينة دورية وثلاثة وعشرين كاسحة ألغام. وعدد قواته العسكرية 1,330,000 جندي بينهم 480,000 جندي في قوات الاحتياط. وتصل ميزانية دفاع الجيش المصري لعشرة مليار دولار. ولدى مصر احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوي 35 مليار و890 مليون دولار. مصدر معانا كان من جلوبال فاير باور. وما نزعلش ان ترتيب الجيش المصري يعني نزل ل 13 ان شاء الله السنة الجاية مع الصفقات الضخمة اللي عقدها الجيش المصري السنة دي. السنة الجاية في الترتيب الجاي ان شاء الله في جلوبال فاير باور الجيش المصري يكون من اقوى كمان خمس دول باذن الله في العالم. ونتمنى الخير دائما وابدا للجيش المصري العظيم حامي الشعب المصري وحامي الأرض والعرض. أترك لحضراتكم التعليق وتحيا مصر. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة من قناتكم المتواضعة مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.